السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. قلت عليكم واحد الشويش هاد الايامات لانه كنت مشغوله بزاف، الوقت ضيق والخدمه وكاين بزاف المسائل دار، فبنادم كالعاده جري جري جري. ان شاء الله يا ربي تكون اخباركم طيبه وتكونوا لاباس عليكم. اليوم بصراحه كنت ناويه نمشي نغير اللوك ديالي لانه انا من داك النوع اللي شعري كيزعفني بزاف، مكستحملوش الصراحة، يعني ديما كتلقاوني كنقطع كنحاول نغير هذا، ولاني ما كيعجبنيش الشعر بحال هكذا، عز عليا الشعر مبوكلي وما كنعرفش ليه، فكنمشي عند الكوافيرة بعضهم هي اللي كتصوب ليا. فاستلا قالت لي ما تمشيش عند كوافير هاد المرة، خليني انا نجرب لك. هي كدير بواحد ستيل شوية بيزار، كدير دوك العيدان ديال الشينوا وما نعرف، كتلويهم. فانا شفت شحال مره شعرها زويون بحال هكذا كيعجبني، فقالت لي نصوبو لك. قلت علاش لا، صغير شويه الجو. وبالنسبه للمكياج كذلك نفس الشيء، شو ادوي ما عنديش بزاف مع المكياج، انا ديما مكياجي خفيف وما كان صراحه ما كنعرفش ليه. فهي يعني قالت لي علاش لا نصوب لك الشعر ديالك ونصوب لك المكياج ديالك، دونك قلت فوكو با شويه ديال التغيير. هذا من ناحيه. اما من الناحيه الثانيه، وصلتني هذا الكولي اليوم في الصباح وانا ما مسنيه حتى شي كولي، ما عرفتش شنو فيها، دونك غادي نحلها ونكتشفوها مع بعضياتنا. كذلك وصلني هادو، كنت هضرت لكم عليهم في واحد الفيديو ديال لي زيشونسيون في غونا، هي هادي كانوا عبروا عليا واحد جوج سيمانات تقريبا، واليوم لقيت الكولي ديالهم في البواط اليتر. دونك كنظن بحال العاده برأيي انا فوالا دي زيشونتيون، ولا هاد المره صيفطالو غير جوج، دونك يتقرمو عليا شويش. عاده كيصيفطو لي كتر، يعني 4 5، دونك هذا هو الكتالوج ديالكم ديالهم اللي كنت وريتكم. شحال من بنت كانت سولتني على الروايح ديالهم، وهذا يعني تبارك الله راه كيصوبو لي بارفان بكمية كبيرة فوق القياس، ما ماشي غير لي بارفان كيصوبو، حتى هادو عرفتو لي كيريحو كذلك. هذا واحد الريحة، دونك هذا هو الكتالوج ديالهم. دونك غنمشيو على بركة الله، صوب لي الشعر ديالي وتصوب لي المكياج ديالي. باردون راه 3 او غوس او تواليت، وهادي او دو تواليت لافوند، وكذلك او دو تواليت الروائح ديالهم كيكونوا غزالين من داك الشهر الرفيع. دونك كما قلت لكم غادي تمشي تصوب لي الشعر ديالي وتصوب لي المكياج، تبدل لي شويه في اللوك. فخليكم معايا البنات وان شاء الله يا ربي الفيديو يعجبكم. البنات هانتوما كتشوفو شونج ان بو، كيتغير شويش الوجه مره مره، وخا تياخد شويه الوقت ولكن كيغير الوجه. فوالا البنات، المكياج اللي غتستعملو جابت كلش، حطات وحدها دي باليت، انكور دي باليت، اي انكور دي باليت، لي بروس دي باليت، وزين ديال لي باليت، و لو فون دو تان و الفيكساتور، و هانتوما كتشوفو كلش. جبت المكازا كله حطاته هنايا، بون دو ديو ملي كنشوف راسي غي انا بوحدي، طون ديال المكياج هكا و مكنستعملوش عي قليل فوق القياس، مي غير الواحد الجو شويه ملي يكون شي واحد يماكيليك.
وهكذا البنات غتبدا المكياج ديالها. خليكم معايا تشوفوا. بون بون البنات سالت ليا، هانتوما كيفاش كتشوفوا جا بوكلي وبصراحه عجبني بزاف. المكياج كذلك لان انا ما كان ماكيش بهذه الطريقه بصراحه فوق عينيا، وهذا ما كنحط شيء، فصراحه كيغير شويش. ممكن انتما اللور كيف جا ساشونج، الواحد يبدل من اللوك ديالو مره مره، هذا ما عطى الله بالنسبه للمكياج. اما هذه اللي قلت لكم فانا كنتسنى في المفاجاه لها بصراحه، ما عرفاش شنو فيها الداخل كيف ما قلت لكم سابقا. الوغ شوفوا اشنو كاين. دونك اوكي، هانتوما كيف ما كتشوفوا اوريجين ديال الماكياج هادشي، ولا لو بوفوار دو لا ناتور. ما عرفتش انا ما كومونديت حتى شي حاجه بحال هاد الشكل، ما بصراحه شوفوا كيبان لي هادشي ديال لي برودوي دو بيان اتر. اما لا بواط هانتوما كتشوفوا اول حاجه فيها هادي وصافي. دونك هانتوما ما عرفتش صراحه شنو، انا ما يعني متاكده حتى شي حاجه ما كومونديتها، ما على باليش نهائيا انه كومونديت هذا الشيء. اشنو مكتوب؟ انرجي بوستينغ جيل، مكتوبش حتى بالفرنسي. جيل ايدغاتون، انا ما طلبتش جيل ايدغاتون، ما كومونديتوش كما كتشوفوا. ما عرفتش انا هادشي منين جاي، ما شنو مكتوب. فيليسيتاسيون فوتر بروغرام اوريجين كومونس، فصراحه مستغربه كنحاول نتفكر، ولكن سيغ سيغتان ما كومونديتش انا هاد الشكل هذا. حتى لا بواط فيها السميه ديالي، زعما نقول لكم شي يكونوا غلطانين ولا حاجه. عاد تفكرت البنات، عاد فهمت دابا. هادو فعلا انا ما درتش لا كوموند، ولكن واحد السيت سميتو سامبليو كيديروا لي تيست، دونك انا كنت سجلت فيه، وكاين بليزيوغ شوز، كاين يعني الحوايج اللي كيجربوهم قبل ما ينشروهم باش يتباعوا، كيديروا لي تيست. كاين الماكياج، كاين لا نوريتور، كاين اللبس، كاين ديفير، كاين بيان اتر، دونك كيكون فيه بزاف ديال لي برودوي دو بوتي، وانتما كتختاروا الحاجه اللي كتعجبكم وكديروا كانديداتور. ابري هما كيختاروا، كاين بحال بزاف ديال الناس ولا اختاروك، فهما كيصيفطوا لك البرودوي كتجربيه طبعا الحال، كيبقى عندك وملي كتسالي كتقول لهم الراي ديالك واش ناسبك ولا ما ناسبك شي. فانا كنت قدمت على شحال من البرودوي، ولكن صراحه هذه راه فتره، راه في شهر 12 ونسيتهم، وحتى دابا عاد صيفطوه لي. دونك لا مارك اوريجين ها انتما كتشوفوا فيها بليزيوغ برودوي، كيديروا دي برودوي ناتوريل. انا اول مره كنجرب هاد لا مارك، ما كنعرف شي بصراحه،
Donc, c'est gel hydratant, nourrissant qui est le jeu ou le hal. Nourrissant, fait le hamel citron, fait le raisin, le nip, ou l'huile essentielle. Enfin, pourquoi pas, on jarrab, ou même bête, on goûte les gommes à chenou, à tani, natija. وهذا ما عطى الله البنات ما نطولش عليكم دونك حبيت نشارك معكم الفيديو ندوزو قيزون مع بعضنا ان شاء الله يا ربي نكون خفيفه على قلبكم كالعاده وطبعت الحال شكرا لكم التعليقات ديالكم ما تنساوش الاشتراك في القناه تفعيل الجرس وتهلاو ليا فراسكم